في ايه يا جماعه؟ براحه شويه، مش كده؟ انتم واخدينها عنده ولا ايه؟ ولا كانها فريقين عكس بعض ولازم حد يكسب. ده المشهد اللي مسيطر على دراما رمضان 2024 بعد ما البوسترات الرسميه والاعلانات الاوليه بدات تظهر للجمهور. المسلسلات السنة دي مقسومة نصين، يا مسلسلات للستات يا إما للرجالة. شكلهم كده مش مكتوب لهم يتجمعوا مع بعض في عمل واحد كده ويبقوا فيه بطل وبطلة زي أي مسلسل كان بيتقدم قبل كده. لا، السنة دي كل واحد واخد الموضوع على صدره، ما تعرفش فيه إيه. والدليل على كده بقى أن المسلسلات اللي بطولتها ذكورية أو بالبلدي كده أبطالها رجالة، هتلاقي تقريباً مفيش بطلة قدامه عاوز ياخد كل حاجة لوحده. هي دي رجالة والله. وده بقى أول طلعة كانت من نصيب محمد إمام، واللي هيقدم السنة دي مسلسل كوبرا. ده بقى البوستر الرسمي بتاعه مفيهوش أي ست. ليه يعني؟ ده انت حتى جان والبنات بتحب. بس هو بقى شكله قلب عليهم، وبوستر المسلسل ظهر فيه هو متصدر طبعاً، معاه محمد ثروت، أوس، مجدي كامل وكزبرة، محمود عبد الغني وغيرهم من نجوم الكوميديا. مفيش فيه أي ستات خالص. وده بقى بعد ما مسلسل محمد إمام كان عليه إشاعات كتير الفترة اللي فاتت، وإنه هيتم إلغائه وهيتوقف تصويره وحاجات كده كتير. بس محمد إمام خرج في الأول وقال إن الجمهور صاحب فضل عليه في إنه يحقق إيرادات عالية الفترة اللي فاتت، وإن كمان بيكن ليهم حب كبير. خرج بعدها المنتج السعودي العسيري وقال يا جماعة مفيش أي مشاكل بيننا وبين إمام، وإن المسلسل شغال والدنيا تمام. وادي أهو المسلسل ظهر للنور بس من غير ستات. واللي زيه برضو أمير كرارة، واللي عامل السنة دي مسلسل عن العيلة واللي بيحصل فيها من مشاكل بين القرايب بسبب الميراث. طبعاً هنشوف ده في بيت الرفاعي، واللي بيقف قصاده ابن عمه أحمد رزق. ما تلاقيش بقى ستات في المسلسل إلا أدوار ثانوية، وده بيقدمها مرنا خليل رحاب الجمل. إنما بقى المسلسل كله رجالة زي سيد رجب، أحمد فؤاد، سليم وغيرهم كتير من الرجالة. وده بقى جديد على أمير كرارة بعد ما كانت السنة اللي فاتت واقفة قدامه مي عز الدين، واللي قبلها أمينة خليل، ومن قبلهم مي عمر. بس شكله كده قرر يغير اللي متعود عليه بعد اللي حصل معاه السنة اللي فاتت، ومسلسل سوق الكانتو ما سمعش قوي. أما بقى مسلسل الحشاشين واللي مستنيه الجمهور من سنة، واللي بيقوم ببطولته كريم عبد العزيز، فما تمش الإعلان غير عن فنانة واحدة بس فيه، وهي برضو ميرنا نور الدين. ما شكلها كده مرزقة السنة دي، وده طبعا لأن المسلسل ده ليه طبيعة خاصة جدا، بيتكلم عن مجموعة من الناس ليهم قصتهم الخاصة جدا في تاريخ الدول العربية، فالعنصر النسائي مش مطلوب وجودي قوي يعني. وأحمد العوضي مش أحسن في حاجة من كل اللي فاته، بس الفكرة إن البطلة اللي بتقف قصاده معاه على البوستر وهي هدى المفتي، ودي أول مرة تتصدر فيها المفتي إنها تبقى بطلة قدام نجم محقق مشاهدات عالية خلال السنين اللي فاتت، ودي طبعا اللي استبدل بيها العوضي ياسمين عبد العزيز بعد ما اتفقوا إنهم ينفصلوا فنيا عن بعض بعد مسلسل حق عرب. ده طبعا حصل انفصال في الجواز. بس هل هتقدر هدى تسد الفراغ اللي هتعمله ياسمين عبد العزيز وتبقى بدلها والناس تتقبلها زي متقبلة ياسمين وبتستنى العوض وياسمين مع بعض، ولا هتبقى في موقف لا تحسد عليه وهتتعرض للمقارنة بشكل كبير؟ طبعا هتبقى خسرانة لو الناس دخلتها المقارنة دي. دي بقى محدش يقدر يحكم عليها إلا لما نبدأ المسلسل وهنشوف هيحصل إيه. طبعا حمادة هلال مع تقديمه للجزء الرابع من المسلسل المداح وتغيير البطلات قدامه تصدر لوحده أفيش المسلسل، بس هتكمل معاه الجزء ده هبة مجدي. بس محدش عارف لسه الحكايات السنة دي هيبقى فيها ايه. كلها كام أسبوع هيمروا بسرعة وهنشوف موسم رمضان هيبقى فيه ايه.